قاعدة عند أهل العلم، إذا جاءك رأيان فقهيان متعارضان فأي هذين الرأيين تأخذ؟ إذا كنت مجتهدا تنظر في الأدلة ترجح عندك أحد القولين الحمد لله، وهذا قليل 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 في الزمان. يعني هم يقولون حتى أنه طبعا هذا غير صحيح، أنه غلق باب الاجتهاد، هذا غير صحيح، بل إنما قالها العلم للتخويف المبتدئين من الاجتهاد. المبتدئ يجب أنه يخوف، انتبه انتبه، فإذا زاد علمك وزاد دينك اجتهد. إذا كان الشخص ليس له أهلية النظر أو تعرض عند الأدلة ماذا يفعل؟ فيها أقوال، قول الجمهور كما قال أبو حامد الغزالي وأبو الخطاب الكلوذاني وابن قدامة وابن أبي زيد القيرواني وكثير من أهل العلم وابن فرحون وغيرهم كثير مذاهب كلها، الآن مذاهب أربعة كلها، يقولون إن فرض المجتهد فرض المقلد النظر بين المجتهدين، وفرض المجتهد النظر بين الأدلة. أنظر للشيخ زيد والشيخ عمرو سين وصاد، يعني من هذين الشيخين أقتنع بدينه وعلمه؟ أخذ برأيه. انظر من تقتنع بعلمه ودينه ترتاح له بدينه وعلمه، خذ برأيه. عاد أنت زيد أنا عمرو، يعني أنا عندي مثلا، يعني مثلا أنا بالنسبة لي أنا أقول لك مثلا أنا أحب الشيخ عبد العزيز، يعني زي الشيخ أبو تركي هذا من طلاب الشيخ قديما من باز اسمه دي طلع له، فيعني أنا أحب هذا الرجل مثلا، أرى مثلا كذا، أنت تحب زيدا عمرا، كل واحد يعني يحب أي دنيا مثلا، يعني ليس حصرا في زيدا وعمر، مشايخ الدنيا كثر جدا سمشي. يعني مثلا بعض الناس يقول مثلا أنا أقتنع برأي الشيخ ناصر الألباني مثلا، فيأخذ رأي الشيخ ناصر من حقه،